بسم الله. السلام عليكم. نبي اليوم نكلمكم على موضوع يعني ما هوش مرض ولا هو أعراض، موضوع مختلف ليه علاقة بالنظام الصحي. وأنا زي ما قلنا في بداية في أول لقاء بيننا قلنا أننا بنحاول نتكلم عليه أهم الأمراض وأكثرها شيوعا، والنقطة الثانية بنتكلم على ما هو موجود من نظام صحي وما يجب أن يكون. شو معنى الكلام هو؟ احنا نلاحظوا الان المستشفيات لما يمشي اي شخص يحتاج يمشي فعلا يحتاج انه يمشي المستشفى مثلا الطبي او شارع الزاويه والخضرة يلقاه معبي زحمه ما يلقاش وين يتحرك، يخش الاسعاف ما يلقاش وين يقعمز، يمشي العيادات يلقاها زحمه ما يحصلش دور. هذا شنو السبب وهل هذا صحيح؟ هل كل الموجودين ومقعمزين يستنوا في دورهم مع الاخصائي، هل كلهم هادو يحتاجوا فعلا اخصائي؟ هذا اللي بنتكلم عليه اليوم. أنا بنقول لكم في الدول المتقدمة واللي نظامها الصحي نظام متقدم ويقدم في أحسن الخدمات للناس، عندهم ما يسمى بطبيب العائلة. شن وظيفة طبيب العائلة وش الفرق بينه وبين الأخصائي؟ طبيب العائلة هذا طبيب ليه أو يفهم في كل الأمراض الباطنية والجراحة والجلدية والأمراض النفسية. وشني على سمينا طبيب عائلة؟ لأن المريض عندما يشعر بأي عرض سواء ألم في البطن أو ألم في الصدر أو ألم في الرجلين أو صارت له حساسية يتوجه مباشرة لهذا الطبيب. الطبيب هذا يبدأ كأنه صديقة، يعرف تاريخها المرضي ويعرف شن داير من عمليات جراحية من قبل، يعرف هي يدخن ولا لا، يعرف قديش عندها صغار وين يسكن، يعرف عليه كل شيء. باش لما يجي هذا المريض معاش خلاص معاش يقعد ياخذ يعني يضيع فوقته هو المريض ويضيع فوقت الطبيب، لا ياخذ معاه 3-5 دقائق يتكلم على مشكلته والطبيب يعطيه العلاج المناسب. لكن لما نمشي للاخصائي لكن انا محتاج وغيري مش محتاج الاخصائي ويمشي له وغيره كذلك، شنو يصير؟ الناس اللي محتاجه فعلا الاطباء اخصائيين معاش حيحصلوا دورهم وحتقعد في زحمة غير عادية في المستشفيات الكبيرة. إذا نحن شو المفروض نديره أو على الأقل أني ننصح أن نهتم بدور المستوصفات الصغيرة. كل حي سكني أو كل بلدية عندهم مستوصف يكون فيه طبيب للعائلة. هذا الطبيب يبدأ مسؤول عن مجموعة من الأطباء، طبعا مجموعة من الأطباء يعني، ويكون مسؤول عن مجموعة من المرضى. لما المريض انت او انت تحسي بألم في البطن وين المفروض تمشي؟ تتوجهي للمستوصف، مش مباشرة تمشي للمستشفى الطبي او الخضرة او شارع الزاوية، لان حتلقيه زحمة ومش حتحصلي موعد وحتتبهدلي. وبالتالي نمشي للطبيب العام. هو الطبيب العام شنو يدير؟ يفتح ملفك، يبدأ عنده ملفك، يعرف كل شيء عليك، يقول لك شن عندك اليوم؟ بتقول لاني عندي ألم في البطن، ياخذ منك التاريخ المرضي ويجي يدير لك فحص ويطلب عليك تحاليل بسيطة. يبدا بالتحاليل البسيطه، يمشي يشوف التحاليل. لو افترضنا ان لقي المشكله متاعك يعني مش كبيره وما تحتاجش التحويل لاخصائي، حيجي يعطيك علاجك وتروح لبيتك تاخذ علاجك وانت مرتاح. لكن لو افترضنا ان لقي في التحاليل شيء او عرض او تحليل يدعو او نسبه التحليل تدعو ان هو يحولك لطبيب اخصائي، في الحاله هذه شنو حيدير؟ حياخذ ورقه ويكتب لك تحويل، يكتب فيه كل المعلومات المهمة للطبيب الأخصائي في التخصص المطلوب. مثلا يبي يحولك لطبيب باطنة أو يبي يحولك لطبيب جراحة أو يبي يحولك لطبيب جلدية أو إذا كان مرض خاص بالنساء يحولك لطبيب نساء ولادة، فيحولك لهذا الطبيب الأخصائي. لما أنت تمشي للطبي مثلا أو شارع الزاوية شن حتلقى؟ حتلقى الدنيا فاضية وحتلقى عدد معين من المرضى يستنى في الطبيب الأخصائي. في الحالة هذه شنو يصير؟ أنت حترتاح، الطبيب حيرتاح، المستشفى حترتاح. مش معقول أن كل الناس يمشوا عنده لما يعاني من زكمة بسيطة شوية يتكحى وشوية يعطس يمشي باش يشوف أخصائي في واحدة من المستشفيات الكبيرة. وبالتالي لازم نفعله دور المستوصفات، ولازم أنت أو أنت أن توثق في الطبيب الموجود في المستوصف. الطبيب العام هذا يعرف في كل الأمراض، لما يشوف الحاجة لأنك تتوجه إلى طبيب أخصائي يبعتك في تلك الحال. هذه النقطة الأولى اللي بنتكلم عليها. لأن شنو الأخصائي شنو دوره؟ يطلب عليك ممكن تحاليل معقدة أكثر يعني تعقيد من التحاليل اللي بيطلب عليك الطبيب العام.
لان انت رد بالك لو بتمشي تدير تحليل بسيط زي تحليل الدم اسمه سي بي سي يكلفك مثلا 10 دينار او 15 دينار، غير لما تمشي تدير تحليل ثاني مثلا فيتامين د ولا غيره ممكن يكلفك 50 دينار وممكن 70 و80 دينار. اذا انت ممكن تمشي لاخصائي باش ما يكلفكش تحاليل هلبة، يكون في تحاليل درتهم من الطبيب العام، جي الاخصائي ما يطلبش عليك الا التحاليل المطلوبه، وعاده تكون تحاليل معقده مثلا منظار على سبيل المثال، يطلب عليك صوره رنين، هذه كلها يطلبها الاخصائي لما يطلب منه الطبيب العام ذلك. كويس. في نقطه اخرى نبي ننبه عليها ونتمنى ان الدوله والقطاع الصحي يهتموا بها، في نوع من الوظائف غير طبي، يجي شخص نسموه اوكيوبيشنال ثيرابيست او او تي. شنو يدير هذا الشخص؟ هذا غير طبيب لكن ليه علاقة بالوضع الطبي أو القطاع الطبي. شنو يصير لو افترضنا أن شخص مثلا يعاني من حساسية صدر أو المعروفة بالآزمة، بهي حساسية صدر، إنسان مرة يصير له دهشة، يقعد يدهش ويقعد يكح، ولما يشم أي غبرة مثلا أو يشم ريحة زواج أو ريحة دخان يبدأ يكح ويعطس وغيره، يمشي لطبيب جهاز تنفسي يدير له مجموعه من التحاليل، يقول له انت عندك حساسيه صدر، وتبدا تاخذ مثلا في بخاخه او تاخذ في حبه او الى اخره. شنو يصير المفروض؟ وهذا احنا هذا الكلام موجود في الدول المتقدمه، لكن احنا نحاولوا ان نبوا نديروه احنا هنا في ليبيا. علاش لا؟ عندنا القدره الماديه وعندنا القدره البشريه. شنو يصير؟ يبعثوا رساله للشخص اللي قلت لكم عليها، هو اسمه اوكيوبيشنال ثيرابيست، تمام؟ يبعثوا له رساله يقولوا له يا استاذ او يا استاذه امشي شوف الظروف المعيشيه لهذا الشخص. شنو يمشي يشوف هو مثلا؟ يجي للبيت يشوف التهويه، يشوف الاضاءه، يشوف اذا كان في رطوبه، يشوف اذا كان في غبره. فالشخص هو يمشي يكتب رساله يقول والله انا مشيت للشخص المريض اللي عنده حساسيه، لقيت والله عنده مثلا قله تهويه في غرفه النوم، وبالتالي انا ننصح انه يحسن من او يفتح الرواشن، او لو هو قاعد في غرفه ما فيهاش رواشن انه ينتقل لغرفه فيها روشن، اذا كان في رطوبه انه يعالج الرطوبه مثلا. ففي الحاله هذه الميزه هنا وين؟ ان الدوله في الدول المتقدمه تمشي، لو افترضنا ان الشخص ما عندهش قدره انه مثلا يدير صيانه للبيت، او انه هو ينتقل الى سكن مناسب، او انه في جنبه مصنع متاع تراب او مصنع شرشور ما يقدرش يحول من جنبه، الدوله تساعده انه هو ممكن يديروا له سكن لايق، انه هو يزوقوا له البيت وبالتالي يحموه من الرطوبه، انه هو اذا كان مثلا يعني لا سمح الله عنده ما عندهش قدره ماديه وعنده بساطات فيهم غبره وكذا، يبدلهم له، يديروا له تنظيف البيت وبالتالي يريحوه. فهمتوا؟ لو افترضنا ان شخص عنده الم في الظهر مزمن مثلا، وعمله دائما مقعمز على كرسي ما يتحركش ابدا، شنو يدير المعالج هذا؟ يمشي لمكان العمل يشوف الكرسي كيف وضعه، يشوف الطاوله كيف وضعها، يشوف الشخص هذا قداش يشتغل في اليوم. شنو يدير؟ يدير رساله لرئيس العمل يقول له راهو الشخص هذا المريض عنده الم في الظهر، شنو بوك تدير له؟ نقص له عدد ساعات العمل بما يتناسب مع حالته، او خليه ياخذ راحه ما بين كل ربع ساعه او كل 20 دقيقه، لان في اعمال الموظف للاسف مسكين ما يقدرش يتحرك ما يقدرش يطلع. لكن لما يديروا له الرساله هذه رئيسه يعطيه تصريح انه يطلع مثلا يتحرك كل ربع ساعه او كل 20 دقيقه، وبالتالي الالم في الظهر هذا يخف. وبالتالي هذا اللي نتكلم عليه، النظام الصحي المتكامل، انه يصبح فيه طبيب عام، الطبيب العام هذا ممكن يحولك الى طبيب اخصائي، او ممكن يحولك الى معالج الشخص هذا او اللي هو غير طبيب، يشوف الظروف الحياتيه متاعك، يشوف ظروف العمل، يدير رساله يكتب فيها الظروف متاعك ويقول وينصح ان مثلا زي ما قلنا ان الدوله تتدخل تساعدك ماديا، الدوله تتدخل تنقص لك من ساعات العمل، او تدير لك راحه خلال العمل مثلا لو انت بتقدرش تنقص ساعات العمل. هذا هو النظام الصحي اللي احنا نطمحوا له، والحقيقه في ليبيا ما عندناش الكلام هذا، ونتمنى ان احنا نهتموا بهذا الامر من كل المسؤولين اللي يقدروا يغيروا، ممكن نتواصلوا مع بعضنا ونديروا نظام صحي محترم يليق بينا كليبيين. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.